جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا، هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. عن كعب رضي الله عنه قال: رب قائم مشكور له، ورب نائم مغفور له، وذلك أن الرجلين يتحابان في الله، فقام أحدهما يصلي فرد الله صلاته ودعاه فلم يرد عليه من دعائه شيئا، فذكر أخاه في دعائه من الليل فقال: يا رب، أخي فلان اغفر له، فغفر له وهو نائم. جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا، هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا.